كريم ازيك؟ مساء الخير عليك زميلي العزيز امير، طبعا كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، يعني قول لنا كل الاخبار اللي بتتعلق باخر استعدادات النادي الاهلي وكل الكواليس تحديدا. الاستعدادات خلاص كانت لحد امبارح، لكن الكواليس ومقر اقامه الفريق، المحاضرات مستر بيتسو موسيماني، الحاله المعنويه كمان عند الجهاز الفني واللاعبين بعد المباراه الاولى والتميز اللي كان واضح جدا من النادي الاهلي. ايه الجديد عندك وايه اخر الكواليس بخصوص مباراه اليوم وقبل انطلاقها بساعات قليله؟ يعني بداية طبعا ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق النهارده للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيتسو موسيماني في مباراه غايه في الاهميه النهارده. يمكن بدانا بدايه رائعه واكثر من رائعه الحقيقه زميلي امير في مباراه الاسماعيلي، مش عشان الفوز 4-0 الحقيقه، لكن يمكن انا يمكن سامعك وانت بتتكلم الاداء والشكل العام والشخصيه المدرب الحقيقه، لان يمكن اتكلمنا امير طبعا على التكتيك. دي مهمه قوي يا كريم، بقى خلي بالك معلش بدون مقاطعه كلامك يا كريم، بدون مقاطعه كلامك، اهو اصل الاهلي على طول كان بيكسب، يعني الاهلي على طول بيكسب، بس احنا كان ناقصنا فعلا حته ان احنا نتمتع بالاهلي في الملعب. اه احنا بنكسب وبنفرح بالمكسب لان المكسب اهم، لكن جمهور الاهلي الذواق دايما كان ناقصه حته الاداء الكويس، المتعه، نبقى نايمين مبسوطين من الاهلي ونصحى فرحانين بالاهلي يعني. وده اللي شفناه من خلال مباراه الاسماعيلي. بالتاكيد طبعا زميلي امير زي ما انت بتتكلم بالظبط، طبعا هي المتعه وشكل اللعيبه والاصرار الكبير اللي احنا شفناه مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن يا امير نجاح المهمه ونجاح الخطه ونجاح الشكل يرجع للاعبين الحقيقه، لان تركيزهم وحفظهم الجمل التكتيكيه الحقيقه اللي كان بيتسو موسيماني حريص جدا ان هو يشتغل معاهم الفتره دي الاخيره قبل مباراه الاسماعيلي، فكان مجهود كبير جدا. الناس استغربت طبعا من الشكل ومن الاسلوب، بيرسي تاو هيلعب ايه، لكن الحقيقه يعني اداء اكثر من رائع لكل الوافدين الجدد، مش هنسى حد طبعا، لكن على راسهم طبعا بيرسي تاو اللي بنتمنى اكثر من كده منه كمان. يعني عدينا بقى مرحله الانسجام دي، خلاص ما بقيناش نشوفها، ما بنشوف حاله زي بيرسي تاو ان هو يكون على طول من التدريب للمباراه ويظهر ويحرز هدف واثنين وهدف اوف سايد، فالامور دي الحمد لله بتدينا طمانينه وبتدي كمان للجهاز الفني وايضا كمان جمهور النادي الاهلي الطمانينه الكبيره ان القادم ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا زميلي امير في مقر النادي الاهلي بالجزيره يوم اعتيادي، وخاص طبعا كالعاده قبل كل مباراه الفطار، انت عارف طبعا يعني بنتكلم بشكل عام على الفتره وعلى المرحله وعلى الفتره اللي جايه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. مقر عفوا فندق الاقامه، عفوا طبعا فندق الاقامه، طبعا احنا بنتكلم على المرحله ومرحله الفتره اللي جايه مهمه جدا محتاجه تركيز الحقيقه. بيتسو موسيماني النهارده اتكلم مع لعيبه، كل يمكن فتره بيتكلم مع لعيبه بعد الفطار بيكون في تجمع بسيط من اللاعبين، ثم موسيماني بيتكلم مع بعض اللعيبه، بيتكلم مع ميكيسوني، بيتكلم مع بيرسي تاو، النهارده كان بيتكلم مع احمد عبد القادر، علي لطفي كمان مع ميشيل. في الحقيقه في تركيز كبير جدا الفتره اللي فاتت تحديدا النهارده، لان المباراه صعبه، مباراه البنك الاهلي يمكن كسبانين 3-0 وكسبانين فرقه كبيره زي طلائع الجيش وادوا اداء مميز جدا، فمحتاجه مجهود كبير جدا للعيبه النادي الاهلي ايضا كمان قياده فنيه اكثر من رائعه بنتمناها وبناملها في كل مباراه لبيتسو موسيماني. انتهت طبعا المحاضره الفنيه من لحظات بسيطه زميلي امير، الامور طبعا الخاصه بالتكتيك، الثغرات، نقاط القوه والضعف، كل الامور الحقيقه اللي اشتغل عليها الجهاز الفني خلال الايام الماضيه. بنامل وبنتمنى النهارده ان شاء الله ان كل الامور دي تكون النهارده في المستطيل الاخضر في 90 دقيقه النهارده، بناملها ان شاء الله بنتمناها باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. غياباتنا طبعا يا امير انت عارف ديانج النهارده بيغيب، وليد سليمان، صلاح محسن، بتولي الشناوي، محمود وحيد، طاهر، محمد طاهر، لكن برغم الغيابات دي عندنا سكواد مميز جدا وعندنا عدد كبير من اللعيبه، ودي الحيره الحقيقه اللي كنا بنتمناها تكون معانا على طول الفتره اللي فاتت، ان يكون في عندك اكتر من لاعب، مهما حد بيغيب نقدر نوظف ونقدر كمان اللي يتوظف في مكان غير مكانه يؤدي اداء مميز جدا. مثال بسيط طبعا هو اكرم توفيق اللي النهارده ممكن نشوفه في مكان غير مكانه، انا طبعا مش عايز احرق التشكيل طبعا من خلال رؤيتنا، لكن النهارده ممكن نشوف اكرم في مكان غير مكانه، ممكن نشوف قفشه في مكان غير مكانه، وهي دي اللي احنا كنا بنتمناها، ان اللعيب يتواجد في مكان غير مكانه لكن اداء يكون على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله. للتحضير وكل الامور اللي فاتت دي تكلل بكل النجاح ان شاء الله للاعيبه النادي الاهلي. ومش هنسى طبعا زميلي امير وجود جمهور النادي الاهلي الحقيقه للنهارده، يعني كنا بنتمنى وبنامل ان جمهور النادي الاهلي يكون متواجد بكثافه، لكن الحقيقه من خلال معلوماتنا اللي بتجينا طبعا من استاد السلام حضور جمهور النادي الاهلي طبعا ان شاء الله باذن الله يكون ليه طابع السحر والسند الحقيقي للنادي الاهلي، الهتاف والتشجيع، لعيبه كانت مفتقداه بشكل كبير جدا الايام الماضيه، فمع التوليفه ومع الاداء ومع فكر موسيماني وشخصيته جمهور النادي الاهلي كمان النهارده ان شاء الله مع كل الامور دي باذن الله النهارده نشوف مباراه كبيره نتيجه تكون تليق باسم النادي الاهلي، ويا رب بس ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات، هو ده الاهم، يا رب ان شاء الله يكون المباراه من نصيب النادي الاهلي زميلي امير. يا رب باذن الله يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من مقر اقامه النادي الاهلي قبل ساعات قليله قوي من انطلاق مباراه اليوم الهام امام فريق البنك الاهلي المميز والقوي في الحقيقه، واللي ابتدى الدوري بشكل مميز بالفوز في المباراه الاولى بنتيجه 3-0.